نجم الكاتب محمد عزان مؤسس حركة الشباب المؤمن في تسعينيات القرن الماضي زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي واصفا إياه بأمير الحرب. انتقادات لاذعة وجهها الكاتب والمفكر اليمني محمد عزان أحد مؤسسي جماعة حركة الشباب المؤمن التي انبثقت عنها حركة الحوثي إلى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. عبر حسابه بموقع فيسبوك وصف عزان عبد الملك الحوثي بأمير الحرب الذي يدفع بالصغار وعدمي الخبرة إلى جبهات الموت واستعمالهم كدروع بشرية. وخاطب عزان حليفه السابق وزعيم الحوثيين بالقول: يا من تدعي أنك ولي لله، حياة الإنسان أكرم عند الله من سلطة تحكم فيها أو أرض تسيطر عليها أو مفاوضات تخوضها في بحر من الدماء والدموع. عزان وبعد انشقاقه عن حركة الشباب المؤمن التي تم تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي لم يتردد في توجيه سهام انتقاداته لقادة الميليشيات الانقلابية المنتهكين لحقوق الإنسان في اليمن. آية التائب، العربية.